كلهم أبطال مهما اختلفت الرتبة أو ما كانتش موجودة أصلا. كلهم أبطال، كلهم قاموا بواجبهم وافتدوا البلد وافتدونا وأجيال جت بعدهم بشجاعتهم. كلهم أبطال، إنما القائد بيكون له مكانة خاصة، مش مكانة شرفية، مكانة حقيقية. القائد الذي يتحمل المسؤولية، القائد الذي يضع احتمال الانتصار وزهوه واحتمال الهزيمة وانكسارها، القائد الذي تحمل نقدا من هنا ومن هناك وتنظيرا من هنا ومن هناك، لا احنا نحارب النهاردة، نحارب بكرة، نحارب بعده. القائد الذي أتى وعليه دين يجب أن يسدده للشعب وللدولة، استرجاع الأرض واسترجاع الكرامة. القائد دائما له مكانة خاصة. والقائد اللي بنتكلم عنه النهاردة وإحنا عاملين حلقة خاصة في ذكرى أكتوبر، صحيح بنعرضها قبلها بوقت، بس شهر أكتوبر كله لازم يكون احتفالات وذكرى لهذا الحدث العظيم. بطل الأبطال اللي هنتكلم عليه النهاردة هو الذي عبر، وهو الذي فاوض، وهو الذي احتضن مصر واحتضنته مصر بعد أن رفع علمها عاليا على سيناء وهي تقول انتصرنا، محمد أنور السادات. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. عاش 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 مصر عبر تاريخها، عزيزة على نفسها، عزيزة على أمتها العربية، عزيزة على أمتها الإسلامية. عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغيب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين دحاة. أدرك العالم أننا لسنا البادئين بالعدوان، ولكننا المبادرين بواجب الدفاع عن النفس. لسنا مغامري حرب، وإنما نحن طلاب سلام. أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع، أن تحب وأن تحب، لهي أعظم نعمة في الوجود. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. معانا الابن جمال محمد أنور السادات.
جمال انا متخيله انه الترحيب ده هو ترحيب بذكرى الوالد، ترحيب بحد من ريحه انور السادات، بخلاف انك شخصيه عامه محترمه للغايه ومعروف عنها كل طيب. الله يخليك. يعني انا مش عارف اقول ايه والله، انا ما كنتش متوقع الحقيقه. انا ممنون وسعيد ان اشوفكم كلكم، ومدام منى طبعا اشكرك، وكفايه اللقطه اللي سمعتها بره دي يعني حزت فيا قوي، ومتشكر جدا. متشكر. شهر اكتوبر بالنسبه لكم شهر الشهور، فيه كل الاحداث الجسام اللي ما بتحصلش مش بس في قصر، ما بتحصلش في بلد يعني. هي ذكرى الانتصار وذكرى الرحيل في آن واحد. ايه اللي بيبقى غالب جواك اكتر مهندس جمال السادات؟ والله انا بصراحة انا بتكلم مع كل معارفي، مع اصدقائي، مع الناس اللي بعرفها في مجال عملي جديد، دايما لما اسال السؤال ده حقيقي بقول انا النهاردة راجل، انا عندي 58 سنة، عدى كتير، عدى 30 سنة. الأب هو الأب، بيفضل في قلب الواحد على طول من ناحية الشخصية. أبو الواحد عزيز عليه قوي، والأم عزيزة على الواحد قوي، والعيلة عزيزة، احنا تربينا في عيلة متكاتفة جدا. فالشعور بتاع الأب طبعا بيوحشني. أبويا ده حاجة، إنسان علمني كل شيء، علمني أتعامل مع الناس إزاي، علمني الصح والغلط، هو والدتي الحمد لله. لكن انا متعايش مع الواقع ايضا، بقول الحمد لله ما فيش انسان بيعيش على طول، فبقول الحمد لله يا رب انه اداله الفرصه ان هو يعني يستشهد في وسط اولاده زي ما كان يقول، ده في وسط القوات المسلحه دي اولاده، فكان عنده ربنا سبحانه وتعالى فوق، وتاني حاجه عنده قوات مسلحه، كان ثقته فيهم ملاش حدود، وربنا اكرمهم في 73 و وعاد الكرامه تاني للقوات المسلحه اللي هي كانت الحمد لله. والحمد لله زي ما هو كان قال، حقيقه انا مؤمن بدي، انه في 67 القوات المسلحه ما خدتش فرصتها ابدا حقيقي، هي اثبتت نفسها في 73. ودايما انا بقول اتعلمت منه حاجه، دايما بيقول يا ابني كل شيء يحصل ما تبصش ورا ابدا، قول دايما لعله خير، ان شاء الله لعله خير، لعله خير. بس يا باشمهندس يعني احنا عايزين حلمنا، واعتقد حضرتك من جيل كده، احنا عايزين نبقى جيل نبص للماضي، نقدر الايجابيات ونتعلم من الاخطاء. كان في اخطاء في 67، يعني ما هو ما كان، والا لو ما كناش ادركنا الاخطاء دي ما كناش وصلنا ل 73. يعني انا بتكلم مش بتكلم بحذر، لا انا بتكلم بواقع ومنطق. في اخطاء، ولما نتجاوز الاخطاء بننطلق لقدام، لما بنكرر الاخطاء بنرجع لورا. مزبوط. يعني قاعده ازليه. مظبوط. طيب مهندس جمال، حضرتك كان عندك كام سنه لما كان في تحضير لحرب اكتوبر؟ كان عندي 18 سنه. 18 سنه؟ 18 سنه. كنت خلصت ثانويه عامه ولا لسه في الثانويه العامه؟ الثانويه العامه بالظبط. و يعني انا كنت طالع من المدرسه يوميها من الثانويه العامه، وما عندناش فكره، احنا ما كناش نعرف حاجه في البيت خالص اطلاقا. يعني انا روحت من المدرسه عادي على البيت، لقيت والدي مش موجود في البيت، وفهمت بعد كده ان هو يعني انتقل للقيادة، كانت في مصر الجديدة. لكن احنا في البيت ما كناش عندنا فكرة عن اي حاجة خالص، احنا عرفنا يوميها من الاذاعة والتلفزيون في البيان الاول اللي اتقال لكل الناس اللي عاصروا الوقت ده سمعوه. هنا القاهرة، اليكم ايها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة،
وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. الناس بتقول هنحارب بكرة، هنحارب بعده، هنحارب السنة الجاية. كنت عايش الأجواء دي بالتأكيد. أقول لك حاجة يا مدام منى، يعني بصراحة فضل. يمكن أنا بقول دي من ناحية شخصية عشان أنا عارف والدي، ما أنا مربيني، فمش مطلوب الناس تصدقني، بس أنا بقول حاجة من قلبي. يعني هو كان بيقول، لما بيقول حاجة مقتنع بيها، فهو لما كان بيقول هنحارب وسنة الحسم وإلى آخره كان بيعني هذا الكلام، ولكن الناس كانت تتريق عليه. مش مشكلة التريقة حضرتك، ما هو لكن النقطة ان كان المتاح عشان يخليه يقدم على هذه الخطوة ما بيتوفرش في الوقت اللي هو كان منتظر يتوفر فيه لسبب او اخر، اذا كان سلاح وقتها او حاجة. الكلام ده احنا عرفناه بعدين، مش ان هو كان بيحكيه وقتها. هو كان كتوم جدا في الحاجات دي على فكرة، بيتكلمش مع حد فينا ابدا في البيت في هذه الامور ابدا، على عكس ما ممكن ناس كتير تتخيل. حقيقي أنور السادات كان في البيت ما يتكلمش أبدا إلا علينا احنا شخصيا، عامل إيه يا ابني، عامل إيه في الدراسة، عامل إيه في كذا، حياتك أخبارها. بتعرف تقلد طريقته يا باشمهندس؟ مصر كلها بتقلد الرئيس محمد أنور السادات، تعرف تقول كلمة زيه كده؟ أنا عارف إنه أغرب سؤال في الدنيا. خليني انا بس هاعيد توضيح الامور. مهندس جمال السادات من ابرز الشخصيات العامه في مصر، وهو رئيس مجلس اداره واحده من كبريات الشركات الاقتصاديه في مصر، ورجل اقتصادي معروف، فبالتاكيد اللقاءات الاقتصاديه معاه بيبقى لها نمط تاني. احنا اللي معانا النهارده هو المهندس جمال الابن، ابن محمد أنور السادات، فلا هو يؤاخذني في طبيعه الاسئله ولا المشاهد يؤاخذه لما هيبقى على راحته. تمام كده؟ ابدا ابدا. انا 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 دايما بتكلم والله من قلبي. صحيح. حقيقي ما عنديش صحيح خالص. يعني هو حضرتك كان لما والدتي في التربيه يعني صارمه شويه، يعني شديده، وهو اللي كان حنين في البيت بصراحه. يعني مش العكس، لا هو اللي كان حنين قوي، ولا هو يفهم الصح والغلط، ما عندوش مشكله في دي ابدا ولا اختلاف، لكن كان حنين. يعني دايما والدتي كانت، عشان هي مسؤوله عن المذاكره والمدرسه والحاجات اللي هي دايما بتبقى متعبه بالنسبه للاولاد. اقولها لك، هي سيده وبوجه لها كل التحيه، هي سيده يعتمد عليها، هي عارفه انه لو ولاد الرئيس السادات طلعوا مش كده هتبقى اخطات خطا جسيم تجاهه. يعني هي ست يا ربنا جاهزة. هو كان لما تبقى يعني ضغط علينا قوي ونبقى احنا يعني، فكان يقول لها يا جيهان سيبي الولد. ابقى عايز اخرج، ابقى عايز اخرج او يعني اتفسح حبة، او يعني وقتها كانت الدنيا غير برضو، عشان اقول لكم بامانه يعني العصر الوقت ده ما كانش فيه القلق اللي احنا بنلمسه دلوقتي للاسف. يعني كانت الدنيا فيها امان، فكان الواحد بيخرج، فانا كنت بطلب دايما اخرج زي زمايلي، ما احبش لا يبقى معايا حرس ولا حاجه، كنت بخرج يا مدام منى لوحدي، وكنت بسافر بره مصر لوحدي. فاما اجي اخرج هي عايزه بقى الخروج يبقى بحساب وقليل، مش عشان مساله الامن، لا عشان مساله ان في مذاكره تقعد تذاكر والاخلاق ومين يبوظ اخلاقك وكده. يعني لا والله دي ما كانش في خوف منها خالص والله. احنا يعني ملتزمين كنا انا واخواتي بجد. صحيح. يعني احنا كنا بنحافظ على انه ما حدش يقول ده بيعمل كذا عشان اسمه فلان، احنا كنا بنخاف من الحته دي ونحافظ عليها ونحافظ على اسمه بصراحه. ولغايه دلوقتي انا بعمل كده، مع ان هو في رحاب الله، يعني انما انا لغايه دلوقتي عشان يقولش ده ده فلان الفلاني ده عمل كده، لا انا بحافظ، لانه من الامانه ومن حقه عليا ان احافظ على اسمه.
مرة تانية دي تربية السيدة جيهان السادات. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب يا باشمهندس، حضرتك كنت بتقول انه هو ما كانش بيقول حاجة في البيت، وده منطقي ومفهوم انه هو قائد عسكري، بس كمان مفهوم انه اي حد في سنك، حضرتك واخواتك البنات، انكم بتسألوا، ما هم المصريين كلهم بيسألوا، بنسأل. كنتوا بقى بتسألوه هو ولا بتسألوا الوالدة، وبتسألوه بأي صيغة، بصيغة الإلحاح ولا الفضول، ولا ان انتوا زمايلكوا في المدرسة بيسألوكوا فعايزين إجابة؟ هقول حاجة، احنا ما بنسأل حاجة كنا بنتحسس الأمور، يعني ما نسأل لو هي حاجة ما تمسش صميم عمله وما فيهاش حاجة سر أو عايز يبوح بيها، كان بيسيب لنا مجال نتكلم ويضحك وكل حاجة. لو هي حاجة تمس شغله وسياسة وحاجة فيها أمن قومي أو يعني حاجة بـ 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 من هذا المنطلق، كان يقول يعني يهز دماغه. على فكرة في الحاجات دي كان يبقى قليل الكلام، يمسك البايب كده ويهز دماغه كده وما يردش، نفهم ان هو دي كده خلاص ننتقل للموضوع تاني. فهو كان كنا فاهمين، بس هو كان اي حاجة تانية يتكلم في اي حاجة تانية، يقول لي يا ابني يلا دخل العربية. والله يا مدامونا انا كنت حصلت كتير، وانا بحكي لكم حاجة في ناس شهدت عليها يقول لكم ده حصل، انا كنت باخده وازوغ من البيت بالعربية عشان ناخده ونروح يشرب كازوزة على حد قوله على الكورنيش في اسكندرية لوحدينا، ولا حراسة ولا اي حد معانا ابدا، كان معانا بس الله يمسيه بالخير ابن الدكتور علي المفتي، اسمه ايمن المفتي، كان صديقي وموجود هو يعني بس مش موجود حاليا في القاهرة. كان يقول لي يا ابني دخل عربيتك، كان عندي عربية فولكس فاجن اللي هي الخنفسة دي، يقول لي دخل عربيتك ما تقولش لحد في اسكندرية، وما تدخلها انا هنزل لك اركب جنبك واطلع. انا كنت اجي طالع من الباب اللي فيه حراسة على الباب، فانا اطلع مسرع شوية، فيقولوا ده ولد طايش صغير ما يدققوش قوي يفتحوا، وهو كان يقعد لورا كده شوية يعني ما يلحقوش ياخده المسرح، ونقوم معدين نبقى طلعنا على المعمورة اوب على الكورنيش. نوقف في الكورنيش بقى نشرب كازوزة عند اي كشك في الكورنيش، ومرات ناس تلاحظ تشبه، واحد يقول الشيخ لا مش شبه 40، ويبدأ ما ناس تتلم وتتأكد ما تتأكدش، يعني يعني ناس كانوا بيشبهوا عليه، ونقف على الكورنيش او نجيب كازوزة. بس انا طب ولما حد يشبه عليه يقول له يعني جري ولا لا؟ ما انا بقول لا هو مفيش حاجة، هو ما عندوش مشكلة، لا انا بس بقول له من فضلك ما تنزلش من العربية، هجيب لك الحاجة على الشباك ما تنزلش من العربية، عشان يعني لما نحب نمشي نمشي. فكان ساعات بقى ناس تقرب وكده مش تبدا ناس تسلم عليه وحاجات زي كده، وبعدين انا اقول له دلوقتي يعني متهيألي نتحرك بقى دلوقتي، فيسلم عليهم وكله ما بنمشيش واسف يعني ايد حد بيجر ايد حد ولا حاجه، لا يسلم وكله ونتوكل على الله نمشي. وبعدين جالي بقى الله يرحمه سكرتير والدي كان اسمه فوزي عبد الحافظ. قال لي بص يا ابني يا حبوب، بالطريقه دي بالظبط، ايه يا حبوب؟ قال لي والله العظيم اصلي يعني مش هنسى. لا معلش انا حاسه ان شخصيتك ما كانتش قويه في العيله خالص، بيقول لك يا حبوب ليه؟ بيقول لك يعني يا هو ده مربيني على فكره الله يرحمه. ده انسان يعني يمكن بعد والدي على طول. يعني ما يتقلش لاولاد السادات يعني البيه الصغير والكلام ده؟ لا لا لا، بيقول لي يا حبوب بص والدك ده والدك مع كويس قوي، بس ده رئيس جمهورية، فانت ما يقول لك دخلي العربية وما تقولش لحد وهاخدك وروح نطلع الكورنيش، قول له حاضر يا بابا وكلمني انا مكالمة، هقوم طالع بعربية واحدة بس من بعيد قوي نمشي وراكو، عربية واحدة بس من بعيد. انت كده سمعت كلامه وانت ما كده ما غلطتش في حقه، لان دي مسؤولية يا ابني. قلت له حاضر. بعد كده كان والدي يقول لي دخل العربية يا ابني ما تقولش حد، قول له حاضر ورب سامحني وامره. والله والله العظيم انا عايز اقول لك دي حاجه صعبه جدا الواحد يبقى ابن رئيس جمهوريه، دي حاجه يعني صعبه جدا. والله والله ابدا، لا لا يعني صعبة. هي لها التزامات معينه. واللي يعرف الصح يجب ان يلتزم بيها ويحافظ عليها. طيب شباب مصر في الوقت ده كان في حاله فوره،
سواء المؤيدين او اللي مش مؤيدين للرئيس الراحل محمد انور السادات، نقرا ونسمع انه كان في مظاهرات في الجامعات وفي الشوارع انه عايزين نحارب عايزين نحارب، وكانوا بيتهموا الرئيس السادات بانه بيتلكأ بيتباطأ ما عندوش نيه الحرب. ايا كان الضغط ده كان بيوصل لكم اكيد. اه صحيح، بس الحقيقه اللي يمكن ناس كتير تعرف او ما تعرفش ان اقوله، وعلى فكره انا بقول الكلام ده النهارده، اللي يعرف جمال السادات، لا جمال السادات بيسعى الى يعني عمل عام. واللي عارفني كويس عارف ان انا ببعد حتى الا عشان خاطر مدمونه بس، ببعد عن الكاميرا، ما بحبش الكاميرا. يا رب والله. والله صحيح يعني فلا بسعى العمل العام ولا بحب الظهور الاعلامي، الظهور الاعلامي ولا الكاميرا ولا حاجه، مش لشيء انا يعني طبيعه انسان يعني مش ولكن اللي انا بقوله ده احقاقا للحق يعني. هو كان يعلم اللي بيحصل وكله، وهو ناوي عايز يحارب، ولكن زي ما قلت لحضرتك هو لابد ان تتوفر لديه يعني اقل حاجات معينه لتمكنه من انه يعمل عمليه عسكريه حتى ولو في نطاق محدود. وربنا اكرمه ووفقه. يعني انتوا انضباطكم في البيت، وزي ما حضرتك بتقول انتوا كانت التربيه صارمه جدا، ما كانش يخليكم مثلا تقولوا له يعني يا بابا زمايلنا بيقولوا لنا احنا مش هنحارب، زمايلنا يقول لك عامل ضباب وعامل مش عارف ايه، ما كانش نمط تربيتكم يسمح لكم ان انتوا تقولوا له ده انه الناس بت بصراحة لا، ما كناش بنقول له الكلام ده بالظبط خالص، انما هو كان دايما عندنا ثقة فيه ان هو اولا كان هادي جدا، مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، وكان دايما لما حتى الواحد يبقى داخل وعنده سؤال واشوفه بالطريقة دي وبطريقة هدوءه والسكينة اللي عنده حقيقي، انا كنت بحس بطمأنينة لوحدي على طول والله. كنت حتى السؤال اللي عايز اساله ما اسالهوش يعني قد كده، كان بيقول لي يا ابني ان شاء الله كله هيبقى كويس باذن الله ما تقلقش. كانت تكفيني دي حقيقي. لا كنت بنقله من الجامعه من الكليه التساؤلات والحاجات دي، انا كنت بنقل الحاجات دي عشان اكون امين في النقل، انه يبقى عارف ايه اللي بيتقال، مش شيء اكتر كده. وناس كتير يقول لي وصل له كده، اوصل له اساتذه او مدرسين او معيدين كانوا اوصل له. وكان يقول له انا عارف يا ابني انا عارف. بس انا ما تبحرش بقى اكتر كده، يقول له طب هتعمل ايه؟ يعني انما كفايه الاكنولجمنت او اللي هو ان يديني الانطباع ان هو عارف ويهز دماغه كده. كان عنده حركه دايما كده فهاديه جدا، فكان بيديني ثقه. طيب بصراحه الحوار النهارده مع المهندس جمال السادات الحقيقه له مذاق خاص، وهو في حاله اكتر من اي حوار تاني، بيحكي ببساطه وبيتذكر وبيقول حكايات اول مره نسمعها. مش هينفع ان احنا ننهي الحلقه بسرعه دي، وبالتالي الحل الاوفق والامثل هو ان يكون في جزء تاني، يعني نتابع الحديث والحوار مع المهندس جمال السادات غدا باذن الله. ستدهش إسرائيل إنما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتها. هذا القرار كان قرار خاطئ. توفى فيه المنص اللي كان منهار، الدكتور اللي كان بيشيل رصاصه، والدتي كانت عماله تقول له شد حيلك كده واجمد، في سعد الدين الشاذلي من انور السادات بطل ولا مشتاق شرف. يو ار مس جيفينج مس ليدنج انفورميشن. بس محمود بقى حرقته ما قدرش يمسك. الحقيقه الحادثه كنت انا وابنه، اتاري كل قميصي كله دم. لما فتحت عيني اول واحد كان قاعد جنبي الله يرحمه رئيس عبد الناصر. المصريين طلعوا من تحت البلاطه 64 مليار جنيه في اسبوع. انا بشوفها رساله للعالم. في حلقه خاصه في ذكرى اكتوبر.